مشاهدي قناة محمدية بريس، السلام عليكم. كنتواجد معكم فقرة طرائف وغرائب أو خبر وتعليق. فاليوم هذا الخبر اللي أثار الجدل في العالم، مغني راب تونسي وراء فكرة حجاب للرجال والنساء اللي طرحت واحد الماركة عالمية United Clothes of Benetton. نتمنى لكم أنني قلت سميت الشركة بالشكل الصحيح. فهاد الشركة أعلنت عن إطلاق تصميم حجاب للجنسين بالشراكة مع مغني الراب الإيطالي التونسي غالي. هاد الحجاب اللي غيبلغ ما يعادل 35 أورو، واحد 350 درهم مغربية، هو للجنسين يعني للنساء والرجال، قماش مطاطي مع شعار مطبوع يجمع بين شعار بينيتون وجيغالي، يعني هاد شراكة مع واحد المغني اللي معروف، وهو اللي طرح هاد الفكرة ديال الحجاب للرجال. فغنوريكم هاد الحجاب كيفاش داير، كيف ما كتشوفوا يمكن ارتديوه النساء وايضا الرجال. كيف ما قلنا هادي فكرة ديال المغني راب تونسي ايطالي. اذا هاد المنتج غيتوفر بربعة ديال الالوان، هما الكحل والاحمر والخضر والصفر. عبر مغني راب ومنتج الاغاني غالي عن ذلك خلال اسبوع الموضة في ميلانو قائلا: الحجاب هو قطعة فريدة من الملابس، اردتها تماما. يعني من صغره كان بغي هاد الفكرة. لم تكن هناك ممانعة من الشركة لإدراجها في المجموعة. عندما كنت طفلا تعرضت للتنمر في المدرسة ولم يكن هناك من يمثلني، بينما الآن أصبح الأمر طبيعي. إذن هذه الفكرة هي بغاها هذا السيد مغني الراب ومنتج الأغاني غالي، هو مغني معروف في العالم. أيضا شفنا جاستن بيبر في الحفلة الأخرى ديالو، الأخرى واحد الحفلة اللي هي عالمية دارها بالحجاب، فما عرفناش واش غتولي من هنا لقدام موضة انه الرجال يرتديوا الحجاب، ما عرفناش. بغيو نعرفوا ايضا التعليق ديالكم على هذا الخبر، هذا الخبر او هذه الموضة الجديدة للرجال اللي ولات. كيف ما كتشوفوا ها هو الحجاب اللي ولا ديال الرجاله، واللي طرحته شركة ديال الازياء اللي هي عالمية، وغيولي يتباع ب 35 أورو، ما يعادل واحد 350 درهم مغربية. فنبغيو فهاد الخبر أثار واحد الضجة في العالم العربي وأيضا في العالم. شفنا مغني راب كيف ما قلت جاستن بيبر في الحفلة الكبيرة الأخرى ديالو ارتدى الحجاب، فبصراحة ما فهمناش. غنوريكم الألوان اللي فيه كيف ما كتشوفوا، هادو هما الالوان ديال الحجاب. ها هو الحجاب هذا ديال الرجاله وديال العيالات، الثمن ديالو 350 درهم مغربيه، 7000 ريال. كيف ما كتشوفوا، فنبغيو نعرفوا الراي ديالكم، خاصه الرجال اللي معنا في القناه، نبغيو نعرفوا الراي ديالهم في هذه الموضه الجديده اللي ولات. نوريكم الحمار كي كيجي. فهاد الحجاب متوفر في بزاف ديال الالوان، الحمار الخضر الصفار الكحل. حسن كيقول حيت النساء محيدي الحجاب خاص الرجال يديروه، هادشي اللي قال حسن. اذا بصراحه ولات شي ولا موضه بزاف، مالك علينا اختي شيماء؟ انا ما قلتش، انا ما درت والو. شركه عالميه مع شراكه مع واحد الرابر، هو اللي طرح هذه الفكره، ورابر حتى هو عالمي. فهاد الموضوع اثار واحد الضجه في العالم العربي. فجاستن بيبر هو فنان عالمي، في اخر حفله ديالو راه دار الحجاب، دار الحجاب في الحفله وهو كيغني. بصراحه ما بقينا فاهمين حتى شي حاجه. العلامه التجاريه للازياء United Colors of Benetton اخذت الموضوع جديا وبدأت في بيع مجموعة جديدة من أغطية الرأس، أطلقت عليها اسم حجاب للجنسين يونيسكس حجاب، مما يعني أنه يمكن أن يرتديها كل من الرجال والنساء. مرابط أميرة قالت لك غيجي معاهم، راه كيضحك. ويا انت شوفي شوفي راجل هنا لابسو كيكيبان، فيصل هو اللي بقى لينا.
سلوار شي حاجه خاصهم حجاب. يا ربي بصراحه ما بقينا فاهمين حتى شي حاجه. الموضه غدا خرجت ديك الموضه انه الحوايج يكونوا مقطعين، ولينا كنشوفوا كلهم كلشي لابس حوايج مقطعين. دابا الحجاب ما عرفنا واش هاد الحجاب غي حتى هو غيتطلع او لا. لا هو دا كتقول غادي يجيهم زوين، ولينا كنشوفوا لي بوشيت ديال العيالات وديال ديال الرجال ايضا. فنتمنوا هاد الحجاب ما يدخلش بدل الدول العربية. عبدو كيقول هادشي عادي كل واحد يدير اللي بغا، احرق راسو كاع فيكي ما عرفناش. اكيد كل واحد حر. حنا غير قلنا هاد الخبر اللي هو الان داير واحد الضجة في العالم، ماشي غير في العالم العربي، في العالم صراحة. مهم نذكر الناس اللي التحقوا بنا انه خبر جديد وطريف وغريب من واحد شركة الأزياء العالمية United Color of Benetton بشراكة مع واحد رابر إيطالي تونسي اللي هو اللي عطاهم هذه الفكرة، والشركة تبنت هذه الفكرة. وشفنا حتى مغني الراب العالمي جاستن بيبر في الحفلة الأخرى ديالو، راه دارها بزيف. فعيش نهار تسمع اخبار. وهاد الموضه الصراحه غادا ولا غير كيخرفوا صراحه. اذا نتمنى ان هاد الخبر يكون فادكم او يعني تعرفتوا على شنو طاري في العالم. فكنشكركم على حسن المشاهده والى اللقاء. دائما في مجد شي خبر بحال هذا غريب عجيب راه غنقوله لكم ضمن هاد الفقره ديال خبر وتعليق. الى اللقاء.